لو الحكاية فيها إن فيديو بداية العام الدراسي بدأنا امبارح زي ما أردت على فيه. إحنا مطمئن على سير عملية دراسية وعلى حسن انتظام العمل في بداية الأسبوع، وإن شاء الله يعني يبقى في زيارات ميدانية في كل محافظات مصر عشان نطمئن على إن كل حاجة منضبطة ومنتظمة. بدأنا امبارح في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، النهاردة في جامعة حلوان، ثم هنزور مع إعداد القضاء عشان نصور إحنا نفتحه إن شاء الله مع احتفالات اكتوبر، غدا في جامعه المنيا، تباعد في محافظات مصر المختلفه شمالا وجنوبا باذن الله يكون عام دراسي ناجح جدا لاولادنا. لو اتكلم عن المصاريف، لا مفيش اي زياده في المصاريف. بالمناسبه المصاريف يعني مصر هي يعني لا تشرح من كده مع 300-400 جنيه في السنه، فيعني يعني حتى الزياده فيها لو قلنا 10% وده ما حصلش هي لا تمثل اي زياده. احنا ملتزمين بما تم الاتفاق عليه ولا زياده في المصاريف. احنا بنتكلم على متوسط 2.8 مليون طالب في خلال العام الدراسي. طبعا ما نقولش الدراسات العليا، الدراسات العليا كمان بتضاف ليها اكثر، يعني مصر غرف 3 مليون طالب لو اتمرنت في مصر. الجميل في الموضوع ان احنا انتظمنا من اول يوم في الدراسه، احنا اطمئننا امبارح ان الاساتذه اعضاء التدريس الاعضاء اللي هم عصب العمليه التعليميه هم والمدرسين والعاملين كانوا متواجدين من اول 5 دقائق في العام الدراسي، وانا اطمئنت بنفسي ان المدرجات مليانه على الاخر وكان هناك كرنفال واحتفال من الطلاب المتشوقين ان هم يرجعوا الجامعات. هو ده الهدف اللي انا نفسي فيه، ان الجامعه ما تبقاش بس مجرد مكان للعلم، يبقى مكان للتجمع ومكان للثقافه والعلوم والسياسه وكل شيء نقدر ان احنا نخلي الولاد دول يرجعوا تاني في حضن الجامعات، نقدر ان هم يتمتعوا بالعمليه التعليميه مش بس مستقبلهم، لا يكون فيها جزء كمان كبير تمتع شخصي في الحياه الجامعيه.